تنديدا بالموقف الأمريكي المؤيد للاحتلال، نشطاء يتظاهرون أمام مقر السفارة الأمريكية بنواكشوط منظمة من قبل الرابطة الطلابية لمناصرة القضية الفلسطينية والقضايا العادلة. رئيس المبادرة الطلابية أكد أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للتنديد بالجرائم التي يتعرض لها سكان غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، متهما الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الاحتلال والمشاركة في حربه على المدنيين في القطاع المحاصر. وهذا الكيان الغاصب هو الذي هو المحتل وهو الإرهابي، ولنندد بهذه الجرائم التي تقع برعاية أمريك وبرعاية المنظومة الدولية وبصمت النظام العالمي الرسمي ككل، تقع مجازر بحق الأطفال والنساء في غزة. لنؤكد رفضنا لهذه المجازر، ولنؤكد أن الشعوب كلها أحرار العالم مع الشعب الفلسطيني في حقه، ويساندون المقاومة وهي تدافع عن شعبها وتدافع من أجل حق شعبها. نصرة المقاومة في قطاع غزة مسؤولية الجميع، يقول المحتجون داعين الموريتانيين جميعا إلى مساعدة الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل من أجل الدفاع عن أرضه ومقدساته. نهدو غزة بالدعاء، نهدو غزة بالنصر، غزة مسؤوليتنا كامل يا أخواتي إخواني، يا أيها المسلمين وفهم غزة، ندعوهم بالمال، ندعوهم بالجهة، ندعوهم بالدعاء، حتى الدعاء سبحان الله إخواننا في غزة هذا نصر للدين، هذا نصر للإسلام، علينا بالدعاء الكثير لهذه المليانة الشهر ينصر كتاب القسام. بينما حمل بعض المحتجين ما يحدث في غزة لحكومات دول العالم الإسلامي خاصة تلك المجاورة لفلسطين، مطالبين شعوبها باختراق الحدود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإرباكه. جاشة الشعب الأردني والشعب المصري والشعب اللبناني أن يخترقوا الحدود، أن يخترقوا الحدود، هاي الحدود يخترقوها ويفتحوا المعابر الروسهم، الحكومات ما مصنف لهم حد، حد يحوز على المعابر ويخترقهم هو الراسه، ويعرف على أنه لين ما يطرح المسؤولية على راس الحكام أصلاً عملاء، وأصلاً الغرب هو اللي دايرهم في ذيك المناصب اللي لك إياها، ومن الطبيعي على أنهم ما هم لا يخالفوا لكن اللي دور الغرب. التظاهرات الاحتجاجية في ساحة القدس بجوار سفارة الولايات المتحدة تأتي في إطار حراك شعبي في العاصمة نواكشوط للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته منذ بدء عملية طوفان الأقصى المنفذة من قبل كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس.